الأياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية في اليمن، لو تحدث لنا آخر المعلومات لديك إياد بخصوص ما يصدر من جماعة الحوثي وما هي آخر الأخبار؟ إلى اللحظة الجماعة أعلنت أن هذه الطائرات هي طائرات إسرائيلية، كانت بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتطورات المشهد في مدينة حديدة. تقول الجماعة أن فرق الدفاع المدني تكافح لإطفاء الحرائق المشتعلة في منشآت تخزين الوقود في الميناء، وللحظة لم تستطيع السيطرة على أصمات الحريق. التخزين الخاص بتخزين النفط المجاور للميناء، هناك أيضا كما تحدثنا قتلى ومصابين نتيجة العملية، سواء من المتواجدون داخل الميناء أو من السكان المحيطين أو المواطنين الذين كانوا يمرون بالقرب من الميناء بحسب إعلام الحوثي. أيضا لا جديد بشأن استمرار تحليق الطيران إلى اللحظة، فقط الجماعة تتحدث عن أزمة وقود بدأت بالفعل في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية نتيجة تدمير خزان الوقود في ميناء الحديدة. هذه هي التفاصيل. هناك هو إياد، يعني لو تسمح لي أن أشير إلى بعض الأخبار التي تتواتر، ونقلا عن متحدث باسم الحوثيين يقول إن هذا العدوان الإسرائيلي على منشآت النفط والكهرباء في الحديدة يأتي للضغط على اليمن، يعني طبعا الضغط على الحوثيين في هذه الإشارة لوقف دعمه لغزة، هكذا يقول المتحدث باسم الحوثيين أن العدوان الإسرائيلي على منشآت النفط والكهرباء يأتي للضغط لوقف دعم الحوثيين على قطاع غزة. مسؤول إسرائيلي أيضا يتحدث الآن عن أن الهجوم في اليمن هو عمل إسرائيلي خالص، هكذا يقول مسؤول إسرائيلي كبير. ونقلا عن أكسيوس تنقل عن هذا المسؤول الإسرائيلي بأن الهجوم في اليمن هو عمل إسرائيلي خالص، يعني هذا إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الدعم، ربما يحاول القول بذلك الأمر بأن من قام بهذا العمل من أوله لآخره هو الإسرائيليون. إياد، أنا كنت أريد أن أفهم منك أيضا أهمية الحديدة، لأنك أشرت سريعا إلى هذا الأمر، أهمية الميناء بالنسبة لجماعة الحوثي، وبطبيعة الحال حين تستهدف إسرائيل هذا الميناء بالتأكيد هو هدف مؤثر ومهم في يد الحوثيين. نعم، الجماعة تسيطر على أجزاء واسعة من السواحل اليمنية على البحر الأحمر، من بينها ميناء الحديدة وأيضا ميناء الصليب ورأس عيسر، بالإضافة إلى ميناء صغير في ميبي في محافظة حجة شمال اليمن. معظم هذه الموانئ هي موانئ صغيرة، لكن ميناء الحديدة هو من أكبر الموانئ اليمنية، ويعتبر الشريان الرئيسي لإمداد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي سواء في الماء والغذاء. كان الميناء قد توقف منذ اندلاع عاصفة الحزم، وتم السماح بدخول السفن التجارية التي يعني تقوم بإدخال الوقود وأيضا الغذاء. كان هناك كما تحدثت آلية تفتيش أممية، لكن كثير من التقارير تتحدث أن هذه أن آلية تفتيش أممية ليست دقيقة، وهناك عسكرة للموانئ اليمنية، كما أيضا أشارت بعثة أنمها التي تقوم بمراقبة وإطلاق النار في محافظة الحديدة، تحدثت عن أن الموانئ لا زالت معسكرة ولا زالت تستخدم لأغراض عسكرية. ربما أن العملية هي عملية، يعني إسرائيل اعتمدت على تنفيذ العملية لهدف اقتصادي، يعني لعقد الميناء بشكل يعني كبير، لكن فيما يتعلق بعسكرة الموانئ هي لا زالت قائمة، وأيضا تستخدم الجماعة الموانئ والسواحل لمهاجمة السفن التجارية. فيما يتعلق ب يعني حديث الحوثيين عن أن هذه نتيجة وقوف الجماعة مع القضية الفلسطينية وما يجري في غزة، كان هذا هو شعار الحوثيين منذ بداية عملياتهم
باتجاه مهاجمة السفن أن لن تتوقف العمليات ما لم تتوقف الحرب في قطاع غزة، لكن شريحة واسعة من اليمنيين ترفض هذه الشعارات التي يراد. طيب إذا سمحت إياد، لأنه هذا خبر عاجل لابد أن إياد لو تكرمت ابقى معي، هذا خبر عاجل مهم. نقلا عن وكالة رويترز، تقول رويترز إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية شاركتا في الهجوم على اليمن. نعيد هذا الخبر العاجل، ونقلا عن رويترز بأن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية شاركتا في الهجوم على اليمن، ربما هذا بخلاف ما كنا نشير إليه منذ قليل. ونقلا عن أكسيوس الذي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن هذا العمل عمل إسرائيلي خالص. هنا رويترز تحدث من الأخبار.